مرحبا متابعي بروج العقارية. اليوم عرضنا شقة في مجمع من أحدى مجمعات الدولة، مجمع توكي. المجمع يقع في حي كاشستو، عبارة عن 8 أبراج سكنية مكتملة الخدمات. الخدمات اللي موجودة في المجمع: عندنا سوبر ماركت يخدم المجمع ككل، وجلسات عائلية، عندنا مساحات كبيرة لمواقف السيارات، وما ننسى أيضا موجود ألعاب للأطفال وملاعب رياضية ومداخل للمجمع في كلا الطرفين المجمع. الخدمات اللي أطراف المجمع أو حوالين المجمع، نقدر نقول أنه موجود مستشفى قانوني بجوار المجمع، مقابل المستشفى عندنا كافيهات، مطاعم، بالإضافة إلى السوبر ماركتات اللي غير موجود داخل المجمع، يعني سوبر ماركتات إضافية. وما ننسى أيضا أنه على الشارع الرئيسي للمجمع خدمة المواصلات. والمجمع موقعه جدا مميز، يقع في حي كاشستو مقابل جواهر مول، يعني خطوات بسيطة وإحنا لجواهر مول. ما ننسى أيضا أنه الموقع المميز لحي كاشستو أنه حيوية الخدمات اللي موجودة فيها، بالإضافة إلى أنه قربه من المطار تقريبا 6 دقائق إلى 7 دقائق، ومول الفورم 10 دقائق، والميدان 15 دقيقة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة على أرض الواقع ومساحتها وإطلالتها. تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الشقة. الشقة غرفتين وصالة، مساحتها 90 متر مربع، دور أرضي مرتفع، يعني تحت الدور هذا أيضا موجود دور إضافي. الشقة زي ما شايفين صالة وغرفتين مع دورة مياه. زي ما أنتم ملاحظين أنه الشقة معروضة بالأثاث، المطبخ مفتوح على جهة الصالة، مطبخ أمريكي زي ما أنتم ملاحظين. الأثاث اللي موجود معروض من ضمن الشقة، يعني البيع بالأثاث. أدوات المطبخ راكبة وجاهزة، الطباخ بالإضافة إلى غسالة وثلاجة، وعندنا طقم الكنب بالإضافة إلى، عندنا طقم السفرة. إطلالة الصالة إطلالة على الطبيعة، بالإضافة إلى ذلك يعني أرضيات الشقة باركي، وعندنا هنا دورة المياه التابعة للشقة. دورة المياه هذه زي ما تلاحظين مساحتها جيدة، مروش وكلوزيت، وعندنا هنا مغسلة، وعندنا منطقة إضافية نقدر نستخدمها كدولاب إضافي، لنا حرية الاختيار في الديكور. عندنا هنا غرفة رقم 1 وغرفة النوم الرئيسية. نشرح مع بعض غرفة النوم وبعدين نجي للغرفة هذه. غرفة النوم الرئيسية مساحتها ممتازة، موجود فيه سرير مزدوج مع كوميديلات بالإضافة إلى الدولاب، وإطلالتها إطلالة على الجمع على الطبيعة، يعني إطلالة الشقة هذه إطلالة طبيعة بحتة. طلعنا من غرفة النوم الرئيسية، تعالوا نشوف مع بعض الغرفة رقم 2. الغرفة هذه زي غرفة النوم الرئيسية، حاطين فيه سرير فردي نقدر نستغله بسرير إضافي هنا، وعندنا دولاب الملابس. إطلالتها إطلالة جدا رائعة على الطبيعة، يعني زي ما قلت قبل شوية أنه إطلالة الشقة من الصالة وغرفة النوم، والغرفة هذه إطلالة على الطبيعة. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو أن المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.